جامعة الله من اسكندرية عندما يرفض الزوج الصرف على زوجته، هل هذا يعتبر دينا عليه يقتص من تركاته بعد وفاته؟ بداية الزوج عليه أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت هي أغنى منه، حتى لو كان هو فقير وهي غنية، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده. حتى لو كان هو فقير وهي غنية، هي غير ملزمة بالإنفاق على نفسها على نفسها ولا على أولادها. تمام. طيب، هو رفض الإنفاق وهي أنفقت، إذا أنفقت تبرعا منها فلا يجوز لها أن تطالب، لأنها أنفقت تبرعا. طيب، كان واجب عليها تعمل إيه؟ أن تمتنع هي أيضا عن الإنفاق وتطالبه بالنفقة فيرفض، فترفع أمرها إلى القاضي فيحكم لها بنفقة. وهي في هذه الحالة، وهي زوجته، وهي زوجته في هذه الحالة أصبحت النفقة دينا عليه. أما إن لم تطالبه بالنفقة أو أنها قصرت في أن تطلب النفقة من القاضي ولم يحكم لها، لا نستطيع أن نقول أن هذه النفقة أصبحت دينا عليه، وإنما نقول أنها قد تبرعت بالإنفاق على أولادها. عظيم. ولكن في هذه الحالة لها أجر وثواب من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها قد أنفقت، ولكن ليس لها أن تطالبه بهذا إلا إذا اعترف بأنها قد أنفقت. طيب، هو مات، خلاص مات، يبقى يعني يتحمل أوزاره عند الله سبحانه وتعالى في تقصيره في هذه الأمانة. عظيم. ولكن ليس لها أن تطالب بما أنفقته من أموالها في خلال مثلا 10 سنين أو كذا أو كذا، بحجة أنه لم ينفق، إلا إذا وثقت هذه المسألة لو وثقت باعترافه. طيب. أو بالقضاء أو بكذا أو بكذا. الحاجة ندى من الجيزة سألت.